الله بسم الله. هذه التصريحات من صوفيا اخوان واخواتي. لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك في القناه. هي بفاق صون غزلان على الدوزيام ديفيزيون بروكالينا، وحاليا نلعبوا لي ماتش انا نربحوا اذا كنخسروا خسرنا مع تيغما ان شاء الله الصعود. صون غزلان وين تربيت؟ كما قلت لكم صون غزلان وما بليدي، وانا دو لاج دو 50 تربيت في صون غزلان جوسكا لاج دو 20 ans. اجمل ايام حياتي. يلا حبيبتي ابداي. ادلة على اللايف. شوف اخويا انا ما عندي ادلة جو سومون دوك راح نهضر. بون خلينا ندو تحية العالم والكلمة كاش الف. ايوا من نطولوش على الناس. تحية العالم الجزائري والفلسطيني. حياك الله. وللقبلتين وثلاث الحرمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم امين. بون السؤال اللي طرح لي الاول، ولا نبداو بن شيخ؟ قولوا لي تبداو بن شيخ ولا نبداو بالبارون؟ بن شيخ بن شيخ. يلا بن شيخ. بن شيخ خليها لكم. مشاكل زيد صوفيا زيد اللوف نو سي با دي تو مون ستيل دو اون فيت سي فري بو موا ليسونسييل. حنا الفريق الوطني باش نقول لكم تاهلنا ولا ما تاهلناش. سبقوا جماعه هضروا لي باينين تاوعنا تاوعنا حنا اللي رانا عندنا الامل. انا نهضر مع الناس اللي انا قلت لكم طونك يا لافي يا لسبوار. انا طونك ما انا مادام ما رحتش لقطر وشفت بعيني هذا وصفر تربيت وقال افتتاح كأس العالم، عندي الأمل بلي الفريق الوطني الجزائري بإذن الله وبفضل الدولة الجزائرية وعلى رأسها تبون قائد القوات المسلحة بربي شنو رانا في المونديال. بداو يخرجوا واحد الحوايج، بداو دابور بداو بتريكو تاع اديداس، واحد حكاو لي على تاع البالون، يعني بداو أشياء يخرجوا لي يخليك يلمحوا لك بلي الفريق الوطني رايح المونديال. المايو تاعنا كما كنا نحكيو مع خويا شنوي اني 2022 مونديال 2022 يخرج في السيت تاع الفيفا ناشئ تاع الفريق الوطني يعيطوا لي يقولوا لي الاعلام راهو في راهو في قطر. وي الاعلام راهو في قطر. انا عيطت للجماعه تاع قطر قلت لهم فهموني الاعلام اسكو راه مع 32 باسكو كيكون الاعلام تاعنا مع 32 دوله وهما كاليفي وحنا ما على بالناش. قال لك نو الساحه اللي فيها العالم الوطني تاعنا هي ساحة السونتر فيل. جوز لي سيد في القطر هكذا كان تجوز لي في السونتر فيل قال لي هذه كاين العالم كاين كل الدول العالم اللي شاركت في كأس العالم منذ 1930 منذ أول كأس العالم في الأوروغواي. دونك حطوها كامل كما شرحتها لكم كما كاين في الفيفا. أما الجهة وين كاين الساعة اللي تدور اللي راهي ترقص كل يوم لافتتاح المونديال هذيك فيها 32 دولة والعالم تاعنا غير موجود. هذه باش نهضروا على الإعلام باش الإنسان ما يخلطش الأمور. فيما يخص تريكو ما نقدرش نجاوب عليه بيسكو أديداس أديداس بالك كان عندها الكونترا أفون ولا كانت 100% بلي لاجيري راح تتأهل. تبقى توجور شغلة تاع أمل يعني فيها أمل. المشكل اللي هضروا عليه وهضرنا عليه من قبل وهضروا عليه خاوتي من قبل تاع لو كونترا تاع الكاميرون اللي ما راهش تسمى الكاميرون حاليا مش محضرة 100% باش تروح لا كوب دي موند. هذه إذا كانت الكاميرون يعني مانتون. هذه الهضرة كان من خاوتي باش نلخصها لكم في حاجة. واحد ما يكذب عليك يقول لك ونستناو القرار تاع الفيفا ولا أنا رحت نسقسي على القرار تاع الفيفا. رحت تسقسي على القرار تاع الفيفا على اساس انه كاين دوسي محطوط. قلت لهم فو زافي با ريبوندو شفتوا اللايف تاعي في زوريخ. القرار تاع الفيفا اذا صدر قرار راهو يصدر بفضل الدوله الجزائريه تحب ولا تكره. اذا جابت لنا الدوله الجزائريه قرار يعني جابت لنا حقنا اللي هو بيان سور اغتصبنا في عقر دارنا فوتباليستيكمون يعني كرويا باسكو فاس فاس ما يقدرولناش باش ما تقولش. اذا رجعتنا الدوله الجزائريه حقنا جبناه بذراعنا اوتوماتيكمون في الفيفا يخرج باسكو لحد الان ما قالوا والو. حنا عندنا دوسي في لجنه الاخلاق والادله اللي رانا نهضروا عليها هي ادله تاع لاكوربسيون تاع قاسما الدادره من عند ايطو بصح ماشي تاعها فاس فاس. بيان سور كاين الناس الاخرين.
هذيك الهضره كي كنا هنا في البلاد باش الناس تتبع بيا واش صرا السلسله كيفاش صرات. نهار اللي عيطوا لنا وقالوا لي انا واحده عيط لي طوطو دي زيد خويا طوطو محمد تاعنا قال لي مشاكل راه يحوس عليك لازم نروحوا نوقفوا باسكو عنده ادله. رحت انا كيما شفتوا رحنا بروميير فوا دوزيام فوا ورالي قال لي فوالا واش ورالي واحد كحل مونفلوب تاع دراهم الناس مريحه في الاوتيل كيما قلت لكم هكذا ترانزاكسيون فينونسيير بصح ما ورانيش حاجه يعني ادله لا رجعه فيها. قلتها لكم في جويه اللي فات بمناسبه الاحتفال بالذكرى لاستقلال الجزائر قلت لكم راه عنده 20% وهذيك ال 20% ما عندها حتى وزن ما تديك حتى بلاصه. كل مره يقول لي نو من مانيش نبرر في روحي انا ما نبرر روحي ما والو انا نتبع العلم ما عنديش اشكال. انا واش لبت خويا مشاكله وسرتو في الاواخر هذه اللايفات اللي راه يدير فيهم دوك انت راك تقول للناس حلفت على المصحف وقلت لك ما تحلفش يا مشاكرة على المصحف باسكو ما نحلفوش. ما تقولش باللي والله العظيم الجزائر في المونديال نو ما نحلفلكش انا نقول الجزائر في المونديال. انا عندي امل باللي الجزائر تكون في المونديال نخلي رجال خفاء يخدموا خدمتهم رجال الدوله الجزائريه اللي راه يدير في التحريات ولا راه يدير في امور اللي ما نقدروش نهضروا عليها حتى اللي بعد الصح ان شاء الله. هكذا بنقول لك انا عندي امل رانا نسعى للخير انسان يسعى بالخير. دوك انت انسان يجي يقصدني انا مرة في الناس يجي يقصدوني يقول لي صوفيا اسكو تقدري تعاونينا ديري لنا دوسي تاع لي بابي يقول له ايه نروح نسعى معاه ونوري له الخطوات الاداريه اللي يديرها وندير كلش واذا فرات الامور تاعو الحمد لله هز الكارطة تاعو الحمد لله ما هزاش على بالو بلي درت اللي عليا. هذه لازم الناس تفهمها فهمتوا وجوه الخير. هو قاعد يتمسخر بينا وانا نقولها له ديريكت منا. انا اللايف اللي شفتو عنده دوك الجمعه اللي فاتت وزيد اللايف اللي دارو البارح بون يقول لك بلي راه نهضر على الفريق الوطني ومن بعد يهضر مع السياسه هذاك شي شغلك نتايا راك تقول نتايا اعلامي ومش عندك بلي انك اعلامي لان شفت الكارطه تاعك انترناسيونال اكن لك كل الاحترام والتقدير على انك دافعت على الجزائر بيان سور والخبثاء اللي راهم قاعدين يصوتوا في القمه العربيه بين قوسين بصح ماشي تقول لهم دوك نقول لكم ومن بعد تقول لهم بلي زفزاف اخرج يهضر زفزاف واش يخرج يهضر زفزاف واش راه يهضر مانيش ندافع عليها. انا قصفت المره اللي فاتت قلت له طونك راك دايره ليكيب تاعك العصابه وعلى راسهم منير دبيشي سكرتير جينيرال تاع عماره وسول برادروا تاع حداد ربوح لا اتفائل خيال من ثم راه جات خياله وهذه ما نهضرهاش بعد الريزلتا ان شاء الله. إذا كانت بوزيتيف اللهم بارك واحد ما قال واحد، وإذا كانت نيجاتيف هاكي عارفة تحاسبوني بالحبس ديالو، وتدخلوا للحبسة باسكو بعد أنا نقول لكم كاع واش داروا أنا بالأدلة ما عنديش إشكال. نتايا دوكا كي تجي تقول لنا بلي أخرج يا زفزاف أهضر، زفزاف واش راه يهضر؟ زفزاف كان ماناجر وكان قاعد، واش سمع؟ قال إيه وصلت عندي. وبعد تقول تشفع فيك القمة العربية، نتايا ديجا درت لنا البلبلة، معليش. تجي تقول لنا باللي درك راح نمد لكم الادله ولازم نكشفها ولازم الادله اللي راه عندك انا اللي وريتها لي ما نعرف لا تكذب بينا ولا تمسخر انا واش شفت ما قنعتنيش بصح معليش مشيت معاك. يجي واحد الكلب واحد الكلاب من هذوك تاع لي اونتي الفريق الوطني هذاك اللي ما عندوش السنين وسموه شوبير ولا شوبير ولا ما على باليش يقول بلي اتصل بيا بشكرا وقال لي مشي معايا وهذاك شوبير نقول لك حاجه شوبير بين قوسين انت تسكن في عين تدلس تحياتي الناس عين تدلس وناس مسخانين انا هكا مانيش قعدت لك اقسم بالله مور المونديال ان شاء الله نكونوا في المونديال الا ما جيتش تفتلك على وجهك في عين تدلس وتقول عين تدلس وتقول لهم بلي زفزاف يخلص انا عمر واحد ما خلص لي انايا انا كنت ندي بلاصي بدراهمي وشاهدين عليا الناس اللي موالفين يسلفوا لي دراهم واللي سلفوا لي والى يومنا هذا مازال الناس تسالني انا قاعده كي هذاك المدمن شتو هذاك واحد تكون خاصته ما على باليش انا انتوكسيكومان ولا دروغي خاصته الزطله تاعو واحد خاصته الادمان تاعو خاصته لا دروغ انا هذيك انا مدمنه بالفريق الوطني باه كان نروح نسلف المهم نحضر لي ماتش يا لو كان نبقى ما ناكلش فهمتوا هذه عقليتي انايا باش تجي تقول كلب كيما انت شوبير والكلب هذا الثاني اللي جايته تعليل وسموه هذاك الكلب هذاك هو ريا فيناك الخامج هذاك انتم اللي راكم تخلصوا
والسيد اللي راه يخلص فيكم قالت لي شويه تحريات انت تدخل بالقرعه تاع الروج والساندويتش وزوج ملايين واللي يجيب لكم التشيبا هو حسين حسين جنادي هو اللي يجيب لكم جناد هذاك انتم كاع وبعد نقول لكم ندير لكم لايف هذه باش نقول لك برك انا مسحق لا زفزاف لا 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 لا, لا فوق زفزاف لا تحت زفزاف لا غير من غير زفزاف انا زفزاف درته باسكو راه ما حبش يتقدم درنا زفزاف باسكو الامور ماشيه مع الماضي في نورمال لا غالب ماهوش قدها هو يبقى النيفو تاعو اوتونك ماناجير ماهوش في ما عنده حتى علاقه مع بريزيدون تاع لافاف وهذه مور مونديال ان شاء الله الى ما سقمت امورك ودخلت في الخط وتعلمت وسمعت لي كونسيل تاع لي زونسيان تاع الاستشارات كيما راهو وجمع لي زونسيان اللي فاتوا منا والشيخ سعد عليتو راه كارتك ولايتك ما فيها حتى نقاش ماشي حتى اللي قالو فهمت فيما يخص كنت نقول لكم المونديال المونديال كاين زوج حوايج كاين الدولة الجزائرية الملف اللي راهي تخدم عليه وصاحب ملف فقير كما قال كما قال اخونا جمال بالماضي باسكو الناس مش مصدقه وكاين قاسامة إلا هداه ربي يعترف أنه دا بصح مش راح يعترف هكذا كبر إذا تصيرت عليه الأمور يعترف باللي دا دراهم من عند إيطو دا دراهم من عند إيطو يعترف ميم سي يكون سيسبوندي ولا وما يزيدش هو من لاكوب دي مون نورمالمون السيد عيط لي دوكا شنو عندو بلي قال لي راهي 12 و10 راهي 12 و10 في اليوم عيط لي على 6 قال لي صوفيا ديجا على 6 قال لي صوفيا والله العظيم راه عنده 5 سوايع باللي قاسما اقصية قاسما اقصية سيتي بون شونس لينا هذيك المؤشرات قاسما اقصية سما راهم يكونفيرميو بطريقة غير مباشرة باللي ما كانش نار بلا دخان للأسف اسمه مازال حكام المونديال اسمه مازال موجود في التحكيم يزيدون أمل وتفاؤل لذلك اللي جزائري حر ويغير على بلاده وعلاه ها يمشي مش راك خاصة انت كي تتفائل وتقول يا ربي ان شاء الله نكونوا في المونديال يا اخي هو يقول لك تفائلوا خيرا تجدون خيرا على كاين الناس اللي راهي نو راكم تهفوا فينا ما نهفك ما والو خويا ربي سهل عليك انا هذه هي قناعتي الشخصيه ويبقى لونجاجمون بيرسونيل ونبقى ندافع على بلادي الى يوم الدين كيما انا ندافعوا على تبون اللي نصر القضيه والحمد لله هو نصر ربي والرسول هو نصر القضيه الفلسطينيه وما راحش تبع البني الصهيون كما قلت لكم الله يكرمك طاقي لنا هذاك الاشتراك شيماء انا التليفون استغفر احنا مع تبون ظالم ولا مظلوم كما مع القضيه الفلسطينيه احنا ظالم ولا مظلوم وكاع كانوا على كلمه واحده الاولى القبلتين وثلاث حرمين وصارت لنا ديجا نهار اللي اعترفنا بالقضيه الفلسطينيه الربع اعترفنا بالسفاره الفلسطينيه صرنا المشكل هذا وخلصناها غاليه وكاين خوانا تاع القطر احنا رانا واقفين مع خوتنا القطريين وبربي ان شاء الله الجزائر في القطر وننصروا ثاني الفريق القطري وننصروا الفريق التونسي ثاني التوانسه خوتنا ثاني راهم مهدين مساكن الكويت صح بارك الله فيك الكويت ثانيه دونك اونتر بارونتيز البحرين الكويت الامارات سلطنة عمان والسعوديه هذو هما باسكو اليمن هم جايين هذو الله اللي نحي عليهم الله اللي يردهم تبون يا والله احنا من بكري ما نسمعوش بهم شي اللي دار طعن كونتر ليكوادور باسكو ليكوادور لعب يا بن شيخ عنابة تفكرك في حاجه ولا ما تفكركش عنابة وانا قلت لكم جماعه ابداو يردوا فيكم بالواحد قلت لكم ما تاخذوش